انه هو في صدق في كلامه، في كثير من كلامه. أهلا معنا وسهلا اتصال. عليكم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال مع حضرتك من البرازيل؟ أهلا وأنا يا أول مرة أشارك أخي، معك الصراحة. أهلا بالبرازيل. كيش أخبار رونالدو إيه؟ حبيبي ربي، لا أنا ما بتابعش كرة الصراحة. أمزح معك. تفضل أخي، أنا حنتصل علينا في هذا البرنامج تقريبا بالكثير 4 أو 3 من البرازيل. تفضل. ما أنا يعني من أوائل الناس اللي جم هنا البرازيل، وأنا بتابعك من زمان جدا على فكرة، وأنا برضو كنت عامل قناة على اليوتيوب، يعني كنت بتكلم عن مميزات وعيوب، فقفلتها لوجه الله، لأن الصراحة أنا خفت الصراحة من ال يعني زي ما تقول إيه، من الناس تيجي هنا وتتفتن من اللي أنا شايفه. يعني والله لو أنا جيت حكيت على اللي أنا بشوفه هنا ما يكفيني فيه كتب، فاهمني، من الحاجات اللي عقلك ممكن ما يستوعبهاش. فأنا ممكن أتكلم معاك على الخاص في الحاجات دي وأنت تتكلم بيها بطريقتك، إنما أنا مش يعني حابب أنا إن أنا أسألك أتكلم. سؤال، أنت كان عندك قناة على اليوتيوب تتكلم فيها عن السفر إلى البرازيل، العيوب والمميزات والقصص هذه. على فكرة في هو قنوات أنا كثير، عايز في قنوات كثيرة أنا بشوفها وببقى نفسي أمسك صحاب القناة من رقبتهم كده. يعني أنت عمال تروج لهذه البلاد، وفي نفس الوقت واضح جدا من الشارع اللي هو ماشي فيه أخي، ومن الكلام ومن القصة، إنه ما في حياة دين ولا دنيا حتى، يعني الاثنين يعني. فلو ما عندك شيء انا قوله لنا، ليش على الخاص؟ ليش عندك مشكلة ان ننور لا الناس يا هو اخي، في حاجات ننشر؟ صراحة يعني ممكن، يعني الحاجات اللي انا يعني احكيها ممكن اخجل عنها ان انا اتكلم عنها على لا العلن، لازم تحكيها لان اخي. برضه اخي في اخي احنا عندنا ضياع اطفال وامم، يعني في ناس الان، انا واحد من الناس. كان في احد الاصدقاء يعني يقول لي تعال البرازيل وبتيجي كم سنة وبتاخذ الجنسية وبتطلع. فلما حكيت له عن، يعني سألته عن الأمور الدينية، قال لي لا، هنا تفسخ، هنا كذا، هنا كذا، أسوأ زي أوروبا. فبالله عليك، لا حقيقي أنت فرصة. لا اوسخ من اوروبا كمان، طب اوسخ من اوروبا، لان احكي هنا لنا، احكي لنا يعني، يعني وجه انا رسالة. ممكن اديك مثال هنا، انا ممكن اديك مثال واحد، ان هنا انا الى الان، انا هنا عايش بقالي 11 سنه دلوقتي، الى الان انا بيصعب عليا ان بعض الاشخاص اقدر احدد ده هل ذكر ولا انثى. أعوذ بالله يا انا راجل، بقول ما لك يعني هو الكلام والله ده، ده حقيقي، الكلام ده موجود في البرازيل. ده شائع جدا هنا في البرازيل، ده هنا في يعني حال، يعني حابب اقول لك ان بص، هو الشعب مش هقول لك انه وحش، لا الشعب كويس والله ودود، ويعني تحس ان هم زي المصريين كده، ايه يعني اللي في قلبهم على لسانهم، فاهمني، يعني انا مش بتكلمش بس بتكلم على الثقافه بشكل عام، يعني هو طيبه الشعب الصراحه هم كويسين، انما ال يعني كايه ك اللهم صل على النبي، ك الحدود عندهم لا ما فيش. يعني اديك مثال اخر، وهو ان وده يعني مثال شائع ممكن تلاقيه هنا بكثره، يعني وهو ان هنا ممكن ان انا الاقي مثلا افتراضا واحده اتحولت لراجل، وراجل اتحول لست، والاثنين اتجوزوا وخلفوا عيل، ما تعرفش فين الام وفين أعوذ الاب. بالله من الشيطان الرجيم. وفي حاله برضو تانية هنا، وهو ان وطبعا دي انا قابلتها الفتره الاخيره، ان هنا في يعني واحده تمام تقريبا يعني ممثله اباحيه، واللي بيصورها هو ابنها. إنا لله وإنا إليه راجعون. والله العظيم يعني انا بقول لك انا لا في لا، احنا حاجات مش عاوزين يعني هذا، احنا عاوزين فيما يتعلق بالجالية الإسلامية أخي. دي موجود، الجاليه معروف البرازيل، الاسلاميه هنا، الجالية الجاليه الإسلامية كيف الاسلاميه حالها؟ الجاليه الجاليه الاسلاميه هنا يعني الاغلب هنا اللبنانيين تمام، المصريين يعني هقول لك في شويه بس مش هم، يعني بالعكس ده المصريين ممكن يتعدوا على الايد، واغلبيتهم هنا الحمد لله ائمه مساجد يعني تمام. وهنا انا لما بروح المسجد يعني في الاعياد، مثلا كان العيد الاضحى او اللي هو عيد الفطر، والله العظيم انا لما بخش في المسجد وقت العيد يعني لصلاه العيد، في حوش كده جنب البتاع، بشوف مناظر انا ببقى مش فاهم ايه ده جايب قصيره حاجات كده، يعني يا جدعان ده جامع، في حوش الجامع للاسف بشوف في يعني بعض النساء بيشربوا سجاير بعد صلاة، يعني بعد الصلاة. أنا والله عاتبت أكتر من حد أكتر من مرة، بس يقول لي يا عم هعمل لهم إيه؟ يا جدعان ده جامع، بس الحمد لله الجامع الوحيد اللي بشوف فيه الأماكن دي أو الحاجات دي هي أكبر جامع في البرازيل. تمام؟ هو أكبر جامع وأول جامع في البرازيل حصل فيه الحاجات دي صراحة، اللي ما بتعجبنيش. إنما الباقي لا في تحفظ. فاهمني؟ يعني الباقي لا في تحفظ، مثلا ما يخشوش النساء ما تخشش إلا مثلا بالطرحة والكلام ده.
يعني وكمان هنا الأبناء للأسف أنا يعني بشوفهم إنه في يعني في ضياع. مثلا واحد هنا مثلا عاش هنا أو جه هنا واتجوز هنا وخلف ابن، الابن ده تقريبا ما يعرفش عن الإسلام إلا صلاة الجمعة. فلا، في حاجات أعوذ بالله. يعني أنا سبب من الأسباب اللي أنا بالفعل خلتني إن أنا أقفل القناة اللي على اليوتيوب دي، وهو ان انا خفت من الناس من الفتن، لان في ناس كانت جايه من الوطن العربي، وانت عارف الوطن العربي مهما كان عندنا يعني الحمد لله في حدود. هنا لقى الدنيا بزراميط، تمام؟ يعني فكرة ان كان انا بيجي اجي يقول اروح البرازيل هي بديل لاوروبا والكلام ده كله، واخد جنسية وامشي والكلام ده البرازيل، كله كلام مش صحيح. هنا ما فيش حد ما بيقعش في فتنه من يعني يعني بتكلم عن الفتنه اللي هي الفتنه الجنسيه، ما فيش حد ما بيقعش فيها. الحمد لله الحمد لله قدرت ان انا الحق ناس على شعره، الحمد لله. يعني في ناس والله يعني عايز اقول لك ان انا كنت يعني كان هم خلاص كانوا رايحين لولا ان انا يعني ايه لحقتهم في الفتره الاخيره، يعني في اللحظه الاخيره لحقتهم. طب و انت تنصح الشباب اخي اللي بيسافروا، شاب بيسافر محدش لوحده يجي، الى هذه البلاد، هل تنصح محدش شباب يجي، اسر محدش عندهم يجي اطفال، هل تنصح؟ اطلاقا 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 اطلاقا. انا ذات نفسي عايز اخرج من هناك، انا ذات نفسي يعني ببقى قاعد على الفيس كده بقول يا جدعان ايه افضل دوله عربيه اقدر اروح اعيش فيها. انا ذات نفسي عايز اخرج من هناك. انت خدت الباسبور ولا لسه؟ انا معايا انا هنا دلوقتي داخل في ال11 سنه تقريبا، يعني طيب من مش اوائل لازم الناس اللي تروح هنا دولة البرازيل. عربية يا أخي، ممكن تروح دولة يعني مسلمة أعجمية، لو أنت يعني خلاص عندك مثلا مشاكل أيا كان، أو ما أعرفش أنا وضعك لا طبعا. انا الحمد لله انا متجوز، ولكن برضو مهما كان انت يعني مهما كان انت يعني انا ممكن اقول نفسي الشاب لسه، انا عندي 32 سنه لسه يعني في الشباب، الله من اعلم بقى صوتك الصراحه واضح عديت ولا صح. عديت الفتره دي ولا لا ما اعرفش الصراحه. ولكن انا الصراحه يعني انصح ما فيش حد يجي هنا اطلاقا. نعم اولا هنا الحياه مش زي اوروبا، يعني مثلا في اوروبا انت ممكن تلاقي شغل بشكل سريع، هنا لا، هنا اللغه مختلفه. انت ممكن يعني في اوروبا ممكن تتعلم او يعني ممكن تتعامل باللغه الانجليزيه، هنا لغه برتغاليه لازم تتعلم لغه برتغاليه من الصفر، ما يعني انت مش هتعرف تشتغل باللغه الانجليزيه. هنا الحياه والحدود ما فيش حدود، يعني هنا اعوذ بالله في حاجات انا مصطلحات اول مره اسمع عنها في حياتي، اللي هي يعني حتى انا مش هقدر حتى اقول المصطلح باللغه الانجليزيه، ولكن اللي هو التبادل، انت فاهم قصدي يعني، أعوذ بالله من الشيطان فاهمني؟ الرجيم. وحاجات اعوذ بالله ما انزل الله بها من سلطان. والله انا ببقى يعني هنا بقى لي 11 سنه وكل مره اسمع حاجه كاني اسمعها لاول مره، يعني كنت خلاص انا افتكر ان انا وصلت لحدود اللي انا خلاص بقيت عارف كل حاجه هنا وخلاص بقيت فاهم كل شيء، الاقي في حاجه جت عرفتني ان انا لسه صفر في الحاجات دي، لان انا ما اعرفش اي حاجه لسه عن البلد دي من كتر الحاجات اللي هي بتظهر جديده وبتتخفى عني، والحاجات اللي هي يعني كل حاجه بتظهر بوقتها سبحان الله. فانا ما انصحش اطلاقا اطلاقا والله، يعني بنصح كل الشباب يا جدعان ما تبقى امانه، يعني انا مش عايز حد يخرج ويتغرب، لاني والله العظيم والله العظيم فساد انت يعني ما تتخيلهوش، تمام؟ في الغرب عامل ازاي بغض النظر اذا كان اوروبا او البرازيل، او حرفيا انت ما تفهمش هنا الدنيا ماشيه ازاي. والاغرب ان انت بتلاقي هنا العرب اللي هم جم جداد، تمام؟ يعني بيبوش يعني سبحان الله اشد دفاعا عن البلد دي اكتر من اهل البلد ذات نفسهم، يعني اهل البلد ذات نفسهم بيكلمك عن العيوب، فاهمني؟ هو بيبقى مثلا تلاقي عنده واحد امل انه اخي لسه جاي، عاوز يعني يتملق الناس، عاوز يعمل حاجه عشان ياخد الجنسيه وعشان ياخد الاقامه، فاهم عليا؟ للاسف. وبعد فاهم، كده لما ما انا معايا. اتفضل اتفضل. بعد كده لما بيشوف الحقيقه للاسف بيكون فات الاوان، فات الميعاد، يعني اذا خلاص انتهت. ما هو للاسف ما حدش بيحس، يعني ما حدش بيحس بحراره النار الا اللي حاطط ايديه فيها في فتره، يعني مجرد لو انا عديت ايديا من فوق النار كده مش هحس بيها، انما لو انا حطيت ايديا فيها لفتره انا عارف النار دي بتحرق قد ايه. فانا لما بنصح الناس بيفتكروا ان انا مش عايزهم هنا يجوا يشوفوا النعيم، ما هو نعيم الناس ايه؟ هتقول كده، الشباب اللي هيسمعوك دلوقتي يقول لك الراجل ده 11 سنة هناك وهو مش عاوزنا نروح وهو عايش هناك، هيقول لك كده. ده اه تفكير. والله يعني اه والله الناس فاكره ان انا هنا عايش في نعيم، نعيم ايه يا جدعان؟ واحد مثلا مش عاجبه الكلام يقول لي طب ما ترجع مصر. يا سيدي والله انا عايز ارجع مصر النهارده قبل بكره، بس انا دلوقتي للاسف للاسف ربطت نفسي بمسؤوليات هنا، مش يعني الموضوع مش زي ما انت متخيل دلوقتي. فانا حياتي ارتبطت هنا بشكل انا نفسي مش متفهمه، لان انا عايز اخرج من هنا. انا كل يوم بقول لزوجتي
ان انا عايز اخرج من البلد دي، مش عايز اقعد فيها تاني. الله يخليك. كل يوم والله العظيم يعني بدعي بقول يا رب خرجني من البلد دي على خير. يعني تخيل انت في مصر الناس بتقول يا رب خرجنا من مصر بسبب اللي بيحصل فيها والفساد اللي بيحصل فيها، انا هنا بقول يا رب خرجني من البلد دي على خير اللي هي البرازيل، يخرجك منها على خير اخي. والله انا بسال الله اني حتى بقيت بفكر ان انا اروح دوله مثلا زي قطر، السعوديه، اي مكان على الاقل ان انا احفظ فيه ديني لحد ما اموت. طيب انا عارف اني خلاص احنا اتفضل. طيب يا عم قطر والسعوديه ما ممتاز، خيار ممتاز يعني. ما هو ما انا ليا واحد صاحبي، تخيل انا طبعا في كلام مش حابب اقوله، بس تخيل ان انا ليا واحد صاحبي سعودي هنا هربان من السعوديه برضه، فاهمني، بسبب ان هو يعني يقول لي انا يعني طبعا بسبب امور سياسيه وكده، انا مش حابب. طيب ما اي واحد له نشاط سياسي خلاص بلده مش مش مناسبه لي. اي واحد له نشاط سياسي مش لازم يرجع على بلده، بس يرجع على بلد اخر، مش لازم يحط نفسه يعني الله المستعان. طيب لو عايزين منك كده ملخص يعني، أنا والله صدقا انت، انا اول شيء هل تسمح لنا بنشر هذه المكالمه بعد ما نخلص ان شاء الله اللقاء المفتوح ان شاء الله؟ اتفضل بقى. طيب. طبعا على فكره انا ممكن من صوتي ناس كتيره تعرفني، لان انا برضو يعني عندي قناه اخرى على اليوتيوب، طبعا مش هقول اسمها، مش لازم. يعني بقدم فيها محتوى دروس والكلام ده كله. طيب فاهمني، انا بس اللي طالبه منك حاجه زي نصيحه، رساله، ملخص، اي شيء انا عاوز انشر كده الناس، لانه في ناس فعلا بتقول لك والله روحوا على امريكا اللاتينيه، هناك شعوب احسن وكذا، والعنصريه هناك قليله والكلام ده كله، وانا عارف ان العنصريه اقل من اوروبا، متاكد يقينا مش كلام يعني. البلاد التي تسمح ان يكون راس السلطه فيها شخص من اصول مثلا لبنانيه او من اصول كذا، بغض النظر هو اصلا ضايع خالص، اصلا هو اصلا لاتيني اكثر من اللاتينيين انفسهم يعني، ولكن لا البلد دي فيها نوع يعني انا اشعر ان فيها، لكن هي خطيره صح؟ الخطر يعني قصدك ايه من خطر؟ خطر اخلاقي يعني وفكري، خطر اخلاقي وفكري. خطر اخلاقي وحتى وفكري. الجرائم معلش الجرائم مرتفعه هناك اكثر بكثير من بلدنا حتى يعني العصابات. هي بص، هو دي للاسف صوره نمطيه، يعني مثلا زي ما هنا الناس برضه عندها صوره نمطيه ان الخليج عايمين على البترول، فاهمني، برضه يعني دي صوره نمطيه للاسف الناس واخدينها عن البرازيل، كون انها في امريكا اللاتينيه معنى كده انها كلها خطر. لا مش اطلاقا، فاهمني، يعني في بعض المناطق اقول لك فاهمني، بس المناطق دي مثلا في ريو دي جانيرو، هيو دي جانيرو نحب نقول عليها هيو دي جانيرو، بس هنا لا الموضوع هنا، لا الموضوع هنا مثلا مش عادي. يعني انا هنا عايش بقى 10 سنين الحمد لله، بفضل الله لم اتعرض لعمليه سرقه واحده، الا يعني حركه كده حصلت معايا ان هم سرقوا الاستبن بتاع العربيه بس. فهمني؟ بس ده الحركة الوحيدة اللي لكن حصلت معي. لكن بصفة عامة أريد منك نصيحة للشباب وللأسر والعائلات التي تنوي السفر إلى هذه البلاد، ماذا تقول؟ لا أنصحهم على الإطلاق يشوفوا أي بلد عربي أحسن وأفضل. البرازيل مش بلد مثلا يعني هتقدر تبني فيها مستقبلك زي ما أنت متخيل. لو أنت هتيجي هنا يعني كتجارة أو كدعوة تعالى تمام، واسأل الله أن يوفقك واسأل الله أن يرزقك تمام، بس هنا كتجارة ان انت تعمل فلوس وترجع تاني، بس ان انت تيجي وتعيش حياتك وتأسس هنا حياتك، صدقني ستسأل عن اولادك، ستسأل عن احفادك، ان انت ليه جبتهم في دولة هم حرفيا يعني عايز اقول لك كل حاجة عندهم مباح. فانا بتكلم بامانة وبتكلم ان انا خايف والله على الناس، وخايف فعلا على الاطفال اللي هيجوا. فعلا انا بشوف حاجات في المدارس هنا، هي المدارس هنا حلوة وجميلة، بس يعني الدهاليز اللي جوه انا عارف بيها، وعارف ايه اللي بيحصل جوه، وعارف ايه اللي بيحصل مع الابناء والمعلمات والسفالة دي كلها، انا عارف اللي بيحصل ده كله والله. فانا بتكلم ان بالفعل اتمنى من الله ان انتوا هنا لو هتيجوا تمام تيجوا فعلا كدعوة، تيجوا كتعليم، كعلاج، كأي حاجة تمام. هي بلد حلوة ومرحبة، بس ما تجوش كإقامة، ما تجوش كأنك تقعدوا وتكملوا حياتكم هنا. تمام. انا انصح والله الناس انهم يحافظوا على دينهم. احنا خلاص في النهائي، احنا خلاص يعني في يعني انا مؤمن ان احنا كده بنلعب ايه، بنلعب في يعني الديات 90، احنا خلاص يعني كل الدلائل بتقول ان احنا في نهايه الزمان على يعني على حسب ما اعتقد يعني. صح ولا انا غلطان؟ طبعا احنا يعني بس ما تعرفش بقى ده ممكن يكون بعد 100 سنه 200 300 1000 الله اعلم يعني. بس يعني الله اعلم، بس احنا بنتكلم هنا يعني حسب اللي انا شايفه ان احنا بنلعب في الدقيقه 90 دلوقتي تقريبا خلاص يعني الله يعني في الوقت بدل ضايع.
فاحنا ممكن في لحظه ان احنا نلاقي عندنا الايه، انا قلتها يعني سبحان قلتها الله. كل واحد يثبت مكانه، كل واحد يثبت مكانه، بتكلم عن الناس اللي عايشه في بلدنا، كل واحد يثبت مكانه. وانت هتروح اي بلد الان، الاقتصاد في الدول العالم كلها لا يبشر بالخير، الدول اطلع. العالم داخله على حروب. انا هنا على فكره برضو حاجه، انا اسف معلش ان انا بقطعك، بس في نقطه مهمه انا نسيت ان انا اذكرها. ابحث عن الضرائب في البرازيل، هتلاقي ان البرازيل من الدول اللي يعني اللي واخده مراتب اولى في نسبه الضرائب اللي انت بتدفعها. فحتى لو انت جيت هنا عشان انت تعمل حاجه، هتلاقي ان الحكومه بتاخد من الايد الثانيه، فانت اللي هتجمعه والحكومه هتاخده بالايد الاخرى. يعني انا هنا حرفيا في يعني في اسرتي وحكومه على كتفي بصرف عليهم. فانت برضو حط دي في الحسبان، ان هنا انت مش هتقدر تعمل فلوس اللي انت متخيلها برضو. نعم تمام. فانا برضو ايه يعني بحاول ان انا اعرفك الحقيقه اللي للاسف ما فيش حد كتير يعرفها، لاني للاسف انا كان عندي قناه على اليوتيوب كنت بعرف الناس عن البرازيل قد ايه هي حلوه وجميله، وهي بالفعل شعبها طيب والله، وكنت بركز على الشعب فقط. ولكن في النهايه برضو حصل معايا موقف عنصري لا يستهان به، تمام، من الناس اللي هم يعتبر اللي هم الانجليين زي ما بنقول، اللي هم اشد عنصريه يعني تجاه العرب، ويعني بيؤيدوا اسرائيل بكل الاشكال والالوان. تمام. فانا حصل معايا بالفعل موقف واتخذت يعني ضدها الاجراء القانوني. ولكن طبعا عشان الموضوع ده يمشي ويعني ونخش بقى في مواضيع اكبر، كان لازم اوكل محامي، وما فيش محامي اصلا اعرفه كويس تمام يقدر ان هو يمسك الموضوع. فكبرت دماغي وسبتها على الله، وكده كده لينا يوم هنقف قدامها، او يعني نقف قدام الله عز وجل، فهقدر اقتصم منها يعني. انما انا بتكلم بامانه اني ما انصحش اي حد اطلاقا ان هو يجي البرازيل هنا والله، او اي دوله غربيه ايا كانت بغض النظر، فاهمني؟ اي دوله غير اسلاميه تاني مش هترتاح فيها اطلاقا. نعم، بارك الله فيكم، وشكرا لك على نصحك، وكونك تحذف القناة كمان وتتوقف عن هذا الأمر خوفا من توريط أي أسرة أو أي شاب، هذا أيضا خلق طيب منك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منك. وكان نفسي تقول لنا أكثر، ولكن إن شاء الله بقى على الخاص ربما تبقى تبعت لي بقى التفاصيل. أنا ممكن لكن يكفي أبعت لك، يكفي ممكن الناس أبعت فيهم لك. ما قلته أنت يعني. نعم تفضل. أنا ممكن أبعت لك، في واحد عارفني تحت هو. اللي هو علاء، فهو هو ده أنا علاء. نعم طيب هو في واحد عارفك. يلا ربنا يعوض عليك ويسر امورك ويكرمك. اللهم امين. فعشان كده انا بقول لك اني انا ممكن ابعت لك كل الحاجات دي بالمصادر، وانت تنشرها عندك بطريقتك. يعني انا ابعت لك كل فتره ابعت لك بالمصادر بالاخبار بكل حاجه عن هنا، الحاجات اللي بشوفها فعلا حاجات مريبه، مثلا اللهم صل على النبي، الضرائب، الحاجات دي كلها، وهنا الامم الاسلاميه عامله ازاي، والكلام ده كله ابعتها لك بالمصادر عشان تقدر تقول للناس، لانه ما فيش حد بيتكلم عن هذا الموضوع. اخي انا بشوف قنوات كتير بتروج للبرازيل، وللاسف على فكره اغلب الاخوه دول، انا اعرف واحد منهم حتى هو عايش في الريف وعايش في منطقة زراعية بعيدا عن المشاكل التي يتعرض لها المسلم في مثلا واحد عايش في ساو باولو مثلا، او واحد عايش في انا في ساو باولو. انا في ساو باولو. انت عشان كده شايف الدنيا مفتوحة قدامك. فانا بستغرب انسان يعمم يعني وينصح وتعالى وكذا وتزوج هنا والحياة وكذا ويدخلوا في الاسلام وبيحبوا المسلمين مش عارف ايه، والاقامة سهلة والجنسية بعد مش عارف كم سنة. يا اخي انت مش عارف ان ممكن انت تكون سبب في ضياع نسل اسرة كاملة، ان واحد يأتي ويجيب اطفاله. ده اللي رعبني والله، ده اللي رعبني، ان انا شفت واحد يعني اعوذ بالله كان جاي هنا، قال الله وقال الرسول، يا ريت حتى كمان بقى يمشي ورا الحريم، لا كمان ده دخل في اللواط. فانا حرفيا بالله. خفت، انا اترعبت، اعوذ بالله. انا ممكن يعني كان جاي بمهمه دعوه يعني انت على طول يعني كان سبحان الله. هذا شيء مخيف. يعني فانا اترعبت والله، اترعبت، عارف انت ان انا يعني اترعبت، يعني ان انا خفت، انا مش عارف، حسيت جسمي اتنفض لما سمعت الكلمه دي. قلت اوبا، يعني انا ممكن ربنا يسالني على الشخص ده، انه ممكن يكون جاب، والحمد لله ما جاش عن طريقي، بس الحمد لله. انا قلت هو ممكن ان انا اسال في يوم من الايام امام الله ان انا ليه شجعت الراجل ده يجي هنا وتحول التحول الرهيب ده. انا تعبت ساعتها، قلت لا خلاص شكرا، قفلت كل القناه، حذفت كل الفيديوهات وكل حاجه حذفتها على القناه، وعملت رساله اخيره ما حدش يجي هنا البلد دي، بس خلاص. واللي هيجي ياخد باله من ده وده وده. الله يجزيك الخير اخي ويوفقك ويكتب اجرك، بارك الله فيكم. شكرا لك اخي، يبدو انقطع الاتصال عنده لانه متصل من التليجرام اخي. طيب هاخذ اتصال على الواتساب ونختم به.